ايه اللي لفت انتباه حضرتك في الحفل سواء فنيا او تنظيميا؟ اللي لفت انتباهي طبعا براعه والفكره بتاعه اختيار الموسيقار عمر خيرت. اكيد اثر الحفل. ليه؟ احنا شويه في كره اليد عندنا يعني فكر شويه، يعني احنا ما حبيناش بصراحه نجيب مغني لان الموسيقى تخاطب كل اللغات، فما بالك بقى لما يبقى موسيقار عالمي مصري بيقدم موسيقى اولا بتناغش ارواح المصريين، كل الموسيقى بتاعته مرتبطه باحداث وبوقائع جميله جدا بتحمس المصريين، وكمان انك تعزف باوركسترا كامله، فده كان بصراحه ابهار للعالم كله موضوع الموسيقى. لما نجيب نجوم عالميين مصريين، خالد النبوي ونرمين انجي المقدم سوري، اعتقد جاسمين المقدمه وجاسمين في المقدمه، لا الكواليتي بتاع الناس وبتاع الحفله كان راقي جدا. الناس قاعدين على التنظيم وترتيب الحفل ومين الاول وكيفيه اجراء القرعه في منتهى الوضوح، اللي عملها الاتحاد الدولي بكل شفافيه. حضرتك شفت اللي دخل عمل القرعه والاكياس مغلقه معاه اتفتحت قدام الجمهور. تمام. عشان كل حاجه تبقى فيها شفافيه وظاهره. طبعا شرفنا حضور رئيس الوزراء لاعب كره اليد برضه يعني اكيد، ومعالي الوزير الدكتور اشرف صبحي ولفيف. اللي لفت الانتباه بقى من الوزراء في منتهى السعاده، كم من الوزراء حضر والشخصيات العامه شرفونا في القرعه، فده دليل ان الناس كلها ورا الحدث، وان شاء الله نشرف مصر في اللي جاي.